قد انجانا وفرحنا يا ابو عمو. عايز فانوس ان شاء الله غور من هنا بدل ما تجيب بالقلم على وشك وربنا ما تعرف تعمل حاجه. طب اهو ايه مالك ايه بتعيط ليه؟ عايز فانوس. العيال كلها بتلعب بالفوانيس وانا مش معايا. يا حبيبي انت كبير عن العيال، العيال بيلعبوا بالفوانيس دول عيال صغيرين، يعني انت كبير. الفوانيس بتاعتهم بترقص وبتغني، انت ايه ما بتفهمش؟ عايز فانوس. ما بفهمش، ده انت واد قليل الادب، يعني انت هتعمل ايه بالفانوس؟ عايز العب اقول حلو يا حلو. ايه كده؟ اه ده عبيط يا عيني. طب يا سيدي بكام الفانوس اللي جنبك ده لو سمحت؟ شوف حضرتك الفانوس ده بيبقى في اي حته ب 60 جنيه، احنا بعون الله هنبيعه ب 70. زيادة يعني فردة. طب الصغير اللي جنبه؟ الصغير بقى حضرتك بيتباع في أي حتة ب 10 جنيه، إحنا بقى بعون الله هنبيعه ب 20. فردة برضو يعني ب 20، عشان مش هقدر أرد عليك. ماشي، اتفضل أدي 20 جنيه، هات له الفلوس الصغير. لا أنا عايز أبو 70 يا حبيبي. الله 20 عايز أبو 70 مالي ها؟ أكتر رخامة. يلا بقى ماشي ماشي، خد خد اتفضل، أدي 70 جنيه أهو، اتفضل. ايه ده بوظته؟ هو احنا بنبيعه بايظ. يلا حبيبي يلا حبيبي، بدل ما يضربك ولا حاجه خد خد بقى انت الوحش المعفن ده، وانا هاخد الجديد الحلو ده. ايه هو الواحد بقى يعمل الخير ويرميه؟ لما تبقى ترميه بقى ابقى ارميه قدام المحل. هتبقى ترميه فين؟ قدام المحل حضرتك. سيبه هنا. حاضر حضرتك حاضر. ايوه انت ايه؟ حاضر حاضر. لبيت لبيت. ايه ده؟ انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ انا ما دخلتش، انا طلعت من الفانوس، انا عفريت الفانوس يا مصطفى. معقولة الفانوس الصغير ده كان شايل البخل ده كله؟ مش اشكال. المهم ما دام انت عفريت يبقى هتحقق لي كل احلامي. من عينيا، بس في تلات حاجات ماليش فيهم. واحد الغلاسة. لا الحمد لله غلاستي انا مصنف كوميديا. شفت الكوميديا؟ اتنين السياسه. برضه ماليش فيها الحمد لله. تلاتة الرئاسه. لا دي الحمد لله الصندوق قال كلمته. الصندوق قال كلمته؟ ده انا بقالي كتير قوي جوه الفانوس. اي تلات حاجات غير الحاجات دي يا ابن عم انا شاكب راكب معاك. لا كشرة ودقة ما تقولش لا كشرة ودقة. بعد الفاصل وبعد ما استمتعنا كلنا بالاعلان بتاع كشري ابو دقه، وصراحه يعني المعلم ابو دقه يعني قايم بالواجب وبيعمل كل حاجه معانا هنا في المحطه، محطه ابو ربيع، ودايما بيمولنا بالكشري، وزي ما انتم شايفين طبعا الكشري بتاعه لا يعلى عليه، لا في الحاره ولا في اي حته بره الحاره، ما فيش زي الكشري بتاع المعلم ابو دقه. بس عشان الناس ما تقولوش ان انا بعمل دعايه ولا حاجه، بس بنوصيه على البريك بتاع كل يوم بقى من الكشري يعني. ودلوقتي احنا جينا للفقره بتاعه الصحافه، وبما ان احنا بنتكلم وبنقول على الصحافه فلابد ان نذكر ان حارتنا طلعت ياما وصحافه بالهبل طالعه من حارتنا، وكل الصحافه الناس الجامدين اللي في الصحافه اللي احنا الجرايد والناس كلها بيطلعوا من حارتنا. ومعانا النهارده الاستاذ جمهوريه، واكتر واحد يقدر يعبر عن الصحافه هو الاستاذ جمهوريه. اخبار اهرام جمهوريه. الله الله، معلش يا معلم جمهوريه لو بس قربت مني خطوه كده. ما تقلقش ما تقلقش، الكشري بيجي بالبال من عند المعلم ابو دقه يعني. ولا يهمك يا باشا. يعني المعلم جمهوريه انا لاحظت يعني وانت بتقول اهرام اخبار وبعدين بتقول جمهوريه، يعني عشان انت اسمك جمهوريه؟ لا يا باشا، ده لان ابويا خلفني لما مصر بقت الجمهوريه العربيه المتحده، ومات لما بقت جمهوريه مصر العربيه، وانا خلفت بنتي مع الثوره المجيده، عشان كده سميتها مجيده.
طولت يعني في مجيء ده؟ اصل هي طويله شويه يا باشا. يا سلام يا سلام يا استاذ جمهوريه، يعني صراحه انت اللي هتقدر تفيدنا في كل الاخبار، وانا عندي اسئله كتير. يعني لو احنا النهارده بنقول مثلا عايزين نعرف منك ايه هي اخبار الصحافه النهارده. بص يا باشا، الجرايد الصفرة بتبيع اكتر بكتير قوي من الترامادول والماكس فورد وابو صليبه، وهو ده بيشيل ده. طب انت مثلا بما ان انت راجل في الصحافة وليك رأي دايما في الصحافة، هل مرة يعني مثلا انت جيت قلت رأيك فراحت الحكومة مسكتك مثلا، ولا عذبوك ولا بهدلوك ولا حاجة؟ بص يا باشا، احنا حارتنا دي حارة حرة وبنقول رأينا كده بحرارة، يكش بس هي مرة واحدة كده لما كنت بقول ايه على قرار الرئيس قبل ما يتلغي قام حبسوني في الجامع. ما يعني ممكن تبقى صدفة، يعني احنا مش عايزين نظلم حد يعني، بس عموما احنا بنشكرك على رأيك اللي اكيد كل المتفرجين اللي هم في الحارة، ولو اي حد سرق وصل الدش من الحارة عندنا لأي حارة تانية، اكيد كلكوا استفدتوا وتعلمتوا من الصحافة. وهنروح لفاصل هنشوف اعلان وهنرجع تاني. رجعنا بعد الفاصل وبعد ما شفنا البان الحاج قشطه، وعايز اقول له الزبده اللي بعتها لي امبارح ما كانتش طازه، بس يعني الكلام ده بقى مش هنتكلم فيه قدام الناس، يعني بينه وبينه يعني مش هحرجه، لان تلفزيون حارتنا النهارده عندنا حدث مهم قوي. حدث مهم قوي ان احنا البلد كلها بتتكلم في السياسه، اي حد رايح جاي بيتكلم في السياسه، عشان كده النهارده معانا منشط سياسي. حد هيقول لي يعني ايه منشط سياسه ابو ربيع؟ اقول له احنا عارفين النشط السياسي، المنشط السياسي ده هو اللي بيدرب النشط السياسي. وما دام اتكلمنا على السياسه فحارتنا غنيه مليانه بالسياس، عشان كده اشهر سياسي دلوقتي في حارتنا هو السايس عبده. تعالى 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 تعالى. جبت الضيف كده؟ ايوه تمام تمام. اهلا اهلا اهلا. الاول احب اشكرك على المقدمه اللطيفه دي يا باشا. يا باشا السايس ده اهم سياسي في مصر، يعني لو السياسيين عايزين العجله تدور السايس عايزها تدور اكتر منهم بكتير. طب ازاي بقى العجله تدور؟ انا هقول لحضرتك مثال كله بالتوافق. يعني عندك الجراج بتاعي هتلاقي فيه من اول التوك توك لحد الميكروباص ال 14 طبعا مع حفظ الارقام. يعني مثلا شايف الحاره هتروح بينا لغايه فين؟ يا باشا قبل ما تسال الحاره هتروح بينا على فين؟ اركب وخش رابع جنب اخوك ورا. طب الحاله الاقتصاديه مثلا اللي هي موجوده في الحاره شايفها ازاي؟ سيادتك الحاره دي زي الميكروباص، يعني لو ما عملناش للتباع محدش هيلم الاجره. يا سلام يا سلام على الحكمة، الحارة في التوقيت ده فعلا محتاجة اللي يلم الأجرة. وعلى رأي المثل ما تبصليش يا أمور، القسط رايح غبور. واضح إنك أنت اتمرمطت في حياتك. ما تبصليش بعين راضية، ده أنا اتنفخت في السعودية. بعد مرحلة النفخ دي إحنا هنروح لفاصل أخير نشوف إعلان غريب. أنا اسمي البروفيسور محمود، لقد استغرقت أبحاثي لصنع اللاصقة 10 سنوات حتى توصلت إلى تلك اللبخة العالمية المصنوعة من دهن كبد الحوت وأوانس الفراخ ودأن هدهد يتيم ورموش نملة مطلقة. يا لها من لبخة سحرية حقا، لقد استعملتها وخسرت إنشائين من أردافي وفخذ من أفخادي. لقد سمعت عن تلك اللبخة ولكني لم أصدق تلك الإعجوبة إلا بعد أن جربتها بنفسي، فلقد جربتها على أفخادي وأثارت إعجاب جميع أصدقائي.
هيا معنا لنرى النتيجة النهائية على هذه العينة. ادخلوا ادخلوا، انظروا كم هذا الكرش التخين يشبه العوامة، وانظروا أيضا إلى تلك الخدود الملظلظة كثيرا. تعالوا تعالوا، ها نحن قد جئنا. هذا قبل اللبخة ونحن بعد اللبخة، حقا إنها للبخة سحرية. وبعد ما شفنا الإعلان يعني أنا عايز أشكر كل المشاهدين، ونتقابل معاكم بكرة إن شاء الله لو كان لنا عمر والمحطة ما اتقفلتش ومحدش قدم فينا شكوى عشان يقفل المحطة، عشان إحنا بنقول كلام في السياسة. فإن شاء الله بكرة قابلكم. وطبعا مش عايزين ننسى الرعاة الرسميين للبرنامج اللي هو الحاج قشطة بتاع البان قشطة، وعندنا كمان الحاج اللي هو المعلم دقة اللي هو بتاع كشري أبو دقة اللي هو عجيب يعني، وعندنا كمان اللبخة السحرية. بجد يا جماعة استعملوها، أنا عملتها وجابت لي التهابات، ونشوفكم بكره ان شاء الله. برضه جاي للدكتور بتاع الاحلام. ده دكتور هايز، جيت له قبل كده عشان يفسر لي حلم اتحقق بعدها على طول. بس انا النهارده بقى جاي له في حلم اول مره احلمه. حلم وبتحلم وكده، حلمت ايه حضرتك؟ خير اللهم اجعله خير. ماشي في غيط برسيم كل اخضر فاخضر. انت ماشي بغيط برسيم اخضر فاخضر، دي سهلة طول الله برسيمه والله. وحضرتك برضو جاي له عشان يفسر لك احلام؟ لا للأسف انا جاي له عشان ما بحلمش خالص. ليه ما بتنامش؟ بنام كتير بس عمري ما حلمت، عمري ما حلمت. يا عيني. ما توترنيش، انا متوتر جاهز لو سمحت. حضرتك انا بقالي فترة بحلم احلام غريبة جدا جدا، كل يوم بحلم بفران. فران بتلعب كورة. بص يا سيدي، ياخد حتة الجبنة دي تحطها تحت المخدة. ان شاء الله بكرة مش هتحلم بأي حاجة. طب ما بلاش بكرة يا دكتور. ليه؟ اصل بكرة الفيران هتلعب النهائي، ده بيجيبوا حبة جوان، ده في فار جاب جون بديله. يا دكتور حضرتك انا قاعد مستني من بدري وانت قاعد مع الحركات دي. ايه ده؟ ده عايز مصيادة حضرتك. اتفضل استريح. خير. خير ايه؟ حضرتك كل الناس اللي بيجوا بيشتكوا ان هما احلامهم ايه مش عارف ايه. حضرتك انا ما بحلمش خالص. ايه ده؟ اصعب مرض، زمان ما كانش ليه علاج، لكن دلوقتي اخترعت له علاج هايل جدا، دش الاحلام. دش الاحلام؟ ايه دش الاحلام ده؟ ده دش بنركبه في السرير بطريقه معينه، وصلات معينه ليه. الدش ده هيخليك تحلم. ايه ده دش فكرته حلوة قوي. بس اهم حاجة مش عايزك تتقلب وانت نايم، عشان كل ما هتتقلب هتغير الحلم. سكر حلوة الدنيا سكر، سكر حلوة الدنيا سكر، ليلة يلا نفرح ليلة، ليلة نلقى الدنيا جميلة.